وعليكم السلام باشمهندس عمر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الأول، أنتوا سامعين الصوت كويس؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ لو حد بس يقول لي لو انا صوتي واصل او لا. تمام تمام شكرا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا انا اسمي هشام جمال جعفر، انا تكنيكال مانجر ل بي كوميونيتي. بي كوميونيتي هي تريننج هاب، هي بلندد ما بين الاوفلاين والاونلاين. حاليا طبعا بسبب الظروف اللي احنا فيها، فاحنا تقريبا كل الشغل زي كل العالم بقى اونلاين. بنحاول ان احنا ندرب الشباب ونوصلهم بالشركات اللي موجودة في مجالات التكنولوجية والهندسية. النهاردة احنا جايين نتكلم الحقيقة بسبب مبادرة جيو مكاني. جيومكاني طبعا كالمعتاد هم فكروا ازاي ان هم يقدروا يشاركوا الناس اللي موجودين في المجال بتاعنا في الظروف اللي احنا موجودين فيها دي. فقالوا طب ده ممكن ازاي، احنا ممكن نبدأ نعمل محاضرة او محاضرات اونلاين من خلال صفحة جيومكاني. الحقيقة الظروف اللي احنا فيها احنا مش محتاجين نتكلم عنها، احنا كلنا عايشينها بالفعل. واتمنى يعني ان هي ما تطولش لمدة طويلة ونقدر نعديها على خير. سريعا كده نبدأ ندخل في الموضوع بتاعنا. احنا عايزين هنتكلم عن ازاي الجي اي اس يقدر يفيدنا في موقف زي اللي احنا فيه حاليا، وازاي احنا كجي اي اسرز نقدر نستفاد بالوقت الحالي، وقت الحظر او ايا كان بقى المسمى بتاعه. طيب، مبدئيا كده احنا يعني عايزين نتكلم عن يعني ايه جي اي اس، بس مش هنشرحه بالطريقه سيستماتيك. احنا هنحكي قصه كده استخدمنا فيها الجي اي اس في ازمه زي اللي احنا عايشينها حاليا، ومن القصه دي هنفهم يعني ايه جي اي اس، وهنفهم ازاي احنا نقدر نستخدمه في الكيس الحاليه بسبب فيروس كورونا. طيب، دلوقتي لو في فيضان حصل في مناطق معينة، والمناطق دي احنا عايزين نبدأ نعمل لها خطة إخلاء، بمعنى او مش خطة إخلاء، خلينا نقول خطة إنقاذ للحالات الحرجة. فالحالات الحرجة دي محتاجة غرف مجهزة، او ممكن نقول غرف رعاية مركزة، عشان خاطر تقدر تتعامل مع الحالات دي. طيب، عشان خاطر نقدر ننفذ السيناريو ده، عايزين نطلع الناس اللي اتصابوا في المناطق اللي سابها الفيضان ونوديها للغرف للمستشفيات اللي فيها غرف عناية مركزة مجهزة لاستقبال الحالات دي. ازاي الجي اي اس يقدر يفيدني في حاجة زي دي؟ مبدئيا كده باختصار، هو الجي اي اس يقدر يساعدني في الإجابة على سؤال فين أحسن مكان، أو سؤال فين بشكل عام. طيب، فدلوقتي أول حاجة احنا عايزين نعرفها هي فين الأماكن اللي حصل لها الدمج، فين الاماكن اللي حصل فيها الازمه، فين الاماكن اللي حصل فيها المشكله. طيب، دي اول حاجه كده انا بدات اجمع الداتا بتاعتي بتاعت الاماكن اللي فيها المشكله.
بعدين أبدأ أشوف طيب هو فين أقرب مستشفيات لكل مكان عشان خاطر أقدر تقدر تستقبل حالات من المكان ده. يبقى أنا كده محتاج إن أنا أربط المكان بتاع المستشفيات المجهزة بالمكان اللي موجود فيه الأزمة، يعني مش بس أعرف أماكنهم، لا أنا عايز أعرف كمان مين فيهم من المستشفيات دي أقرب للأماكن المكان اللي فيه المشكلة. طيب خلاص كده أنا عرفت المعلومتين دول، عايز بقى أبدأ أشوف هو إزاي هبدأ أنقل الناس للمستشفيات دي. طيب انا مش يعني انا دلوقتي انا ممكن اخد المريض او الراجل اللي مصاب ده وابدا انقله واوديه للمستشفى ويقابلني كام مشكله، ايه هم؟ اول حاجه ممكن الاقي الطريق ده من الطرق اللي تعرضت التدمير او الدمج في خلال الوقت بتاع الفيضان. يبقى انا محتاج ان انا اسال فين الاماكن اللي متاحه واللي تقدر توصلني من المكان اللي فيه الفيضان للمستشفى، زي ما احنا بنستخدم مثلا اوبر او كريم اللي هو برضه بيبدا يقول لك فين احسن طريق عشان خاطر تتحرك من المكان اللي انت فيه للمكان التاني، ويبدا يعمل لك علامات كده على جوجل ان الطريق ده اتقفل، زي مثلا وقت اوقات المطر والاعاصير اللي كانت حصلت في الشتاء ده. طيب يبقى انا كده عارف فين الاماكن المتضرره، فين اماكن الطرق اللي ينفع استخدمها، فين اماكن المستشفيات اللي هتستقبل الحالات دي. طيب انا وصلت بالمريض او بالمصاب ولقيت ان المستشفى دي هي فعلا فيها غرف مجهزه بس مليانه، مفيش مكان لان انا استقبل حد. يبقى انا محتاج كمان ابدا اجاوب على سؤال، واخدين بالكم انا عندي فيه داتا كبيره قوي وببدا افلترها، ببدا ازود فيها اتريبيوتس عشان خاطر تقدر توصف لي هو المكان ده هو احسن مكان ولا لا، هو ده افضل مكان ان انا اروح له او لا، او افضل مكان اقدر استخدمه او لا. فيبقى محتاجين ان احنا نفلتر نقول فين من المستشفيات القريبه دي اللي فيها اماكن تقدر تستوعب الحالات الجديده. طيب يبقى انا كده بقى عندي السيناريو على بعضه، الاماكن المتضرره، الطرق اللي ينفع استخدمها، المستشفيات اللي اقدر اللي فيها اللي مجهزه، زائد المستشفيات اللي تقدر اصلا تستقبل الحالات. وطبعا ده هيحتاج مني ريل تايم ابديت، يعني في وقت كده ما بيحصل مستشفى بتستقبل حالات جديده لازم على طول يبقى في داتا بتتسجل هو المستشفى دي بقى فيها عدد معين من الحالات مقابل عدد الحالات اللي هي تقدر تستوعبه، وبالتالي يبدأ يعمل لي كروس على المستشفى دي لو هي خلاص كده اتملت، او الطريق الفلاني لو هو حصل فيه مشكلة يبدأ يعمل عليه كروس ان انا ما اقدرش استخدمه. فهو ده مثال من البداية للنهاية ازاي اقدر استخدم الجي اس في كارثة، في أزمة. طيب فاحنا عشان خاطر نبدأ نبص كده يعني احنا مش هننزل قوي ب يعني التعريف العلمي، يعني مش هنجيب الموضوع من تحته، لكن هنقول من القصه دي احنا عرفنا ايه عن الجي اس. الجي اس زي ما احنا واخدين بالنا هو عباره عن شويه داتا، شويه بيانات انا عملت لها تحليل باستخدام الادوات بتاعه التحليل المكاني عشان خاطر اقدر اتخذ قرار، اقدر اتخذ قرار فين احسن مستشفى، فين احسن مكان اروح له او احسن مستشفى اروح لها تستقبل المكان الفلاني، فين تستقبل المريض الفلاني، فين الاحسن طريق استخدمه عشان خاطر اوصل المصاب اللي معايا. هو ده الجي اي اس باختصار، شويه بيانات، البيانات دي بيتعمل عليها تحليل، والتحليل ده بطلع منه بمعلومه تساعدني في اتخاذ القرار بتاعي، سواء انا كراجل بتاع جي اي اس او ان انا اساعد، يعني انا اللي بعمل التحليل وانا اللي بجمع الداتا وجمع البيانات عشان اساعد الراجل متخذ القرار ان هو يقدر يكون عنده معلومة يقرر بناء عليها، مش بيقرر كده وخلاص. طب تعال نمشي من الطريق ده، طب الطريق ده مقفول، طب تروح المستشفى دي، طب المستشفى دي مش هتستقبل حالات، طب تعال نروح ننقذ الناس من المكان الفلاني، فالمكان الفلاني ما يكونش فيه أزمة أصلا او ما يكونش فيه مصابين. طبعا كل ده بيبقى كان هيحصل لو ما كانش عندنا الجي اس. وخلينا نرجع كده كمان خطوة لورا ونقول الموضوع الحقيقة مرتبط بالداتا اكتر من انه مرتبط بالجي اس. يعني ايه؟ يعني انا اي حد بيشتغل داتا بيز
يقدر يستبدل الجي اي اس؟ يعني هل قواعد البيانات بالشكل بتاعها التقليدي اللي هو شوية المعلومات المتخزنة في جداول دي هل تقدر تستبدل الجي اي اس؟ خلينا نقدر يعني نبص عليها كده ونفنطها. يعني باشمهندس عمر السليم مشكورا بيقول لنا مقولة، بيقول إذا أردت التكلم في السياسة فانظر إلى الخريطة. هو الحقيقة يعني السياسة وغير السياسة، يعني هو حتى هنا هو بيتكلم عن البيانات بشكل عام، فهو عايز يعرف بيانات معينة فلازم يكون عندي فيه خريطة بتوضح الكلام ده. طيب ازاي الموضوع مرتبط بالداتا؟ دلوقتي حضرتك لما تيجي تدخل على فيسبوك هو بناء على ايه بيجيب لك التوصيات بتاعت الصفحات اللي حضرتك بتعمل ليها لايك؟ بناء على ايه بيجيب المنتجات اللي يعني تلاقي مثلا سوق دوت كوم او جوميا او ايا كان، بيجيب لك المنتجات اللي انت فعلا كنت بتدور عليها. بناء على ايه لما بتيجي تدخل اليوتيوب بيجيب لك فيديوهات متعلقة بحاجات انت مهتم بيها؟ كل ده لانه عنده عنك داتا، عنده عنك بيانات يمكن انت نفسك ما تكونش عارفها عنك، يمكن اقرب ناس ليك ما يكونوش عارفينها عنك، باللايك، بان انت وانت بتسكرول في بوست معين جذبك فانت وقفت تقراه او تبص عليه، فكل ده هو بيتسجل بيانات عنك، فهو يبدأ يعرف الحاجات اللي انت عايز تشوفها. طيب هو ده اصلا مكسبه، هي التجارة اللي موجودة حاليا والرائجة حاليا هو البيانات، بيانات حضرتك، البيانات اللي معانا دي هي دي اللي نقدر نستخدمها عشان خاطر نحدد حضرتك عايز انهي منتج، فابدأ فيجي لي المعلنين فانت تشتري، فبالتالي المعلنين يفضلوا عندي وبالتالي انا اكسب. هو ده، هي دي الفكرة كلها، الموضوع كله داتا. طيب ايه علاقة الجي اي اس دلوقتي؟ الجي اي اس الحقيقة هو زود للداتا باور ما كانتش موجودة قبل ما يكون الجي اس موجود. هو زود البيان المكاني. يعني ايه؟ يعني قبل ما يكون الجي اس موجود ما كنتش اقدر قوي اقرر قرارات متعلقة بمكان، يعني ما اقدرش اقول فين افضل مكان ابيع فيه السلعة الفلانية، فين افضل مكان ان انا افتح فرع جديد للستور بتاعي، فين افضل مكان عشان خاطر اعمل نقطة شرطة جديدة أو حاجة بتقدم خدمة لأماكن معينة لفئة معينة، فين أحسن مكان إن أنا أحط يافطة إعلانية معينة. كل ده ما كنتش أقدر أجاوبه من غير الجي أي إس. الجي أي إس هو أضاف للإنفورميشن سيستم العادي، الإنفورميشن سيستم العادي اللي هو مجموعة داتا بعمل لها أناليسيس فبيطلع لي إنفورميشن، هو زود لي الجيوغرافيك داتا، هو زود لي المعلومة المكانية، وبكده بقى عندي بقيت بماكسمايز، بقيت بضخم او بكبر وبستفاد اقصى استفادة ممكنة من البيانات اللي عندي عن طريق ان انا زودت بيان زيادة هو البيان المكاني. طيب طب بالنسبة للأزمة اللي احنا فيها بقى، يعني هو الموضوع ده ازاي الجي اس يفيد فيه؟ الحقيقة يعني بشكل عام هنيجي نبص كده حوالينا هنلاقي ان في شركات كتير قوي بدأت مع الموظفين، بدأت إن هي تعمل شوية إعادة تشكيل في المرتبات، في بعض يعني في أزمة حاصلة فالشركات بتتأثر. بس بالرغم من كده الحقيقة إن شركات الجي اس، أو بلاش نقول شركات الجي اس، الجي اس كتكنولوجي كتقنية كساينس الناس بتتوجه له بشدة في الأوقات اللي زي دي. طب ليه الناس رايحين للجي اس؟ يعني هنلاقي الناس اللي شغالين في المجال بتاع الجي اس خاصة اللي مرتبط بالويب جي اس، هلاقي ان هم عندهم الايام دي في شغل كتير جدا يمكن يكون اكتر من الايام العادية. شركات التكنولوجي عموما والسوفت وير ديفلوبمنت فيها ده، بس تحديدا الجي اس. ليه؟ علشان خاطر زي ما احنا شفنا مثلا الايام اللي فاتت عندنا في الاونلاين مابس والداشبوردز اللي موجودة على الانترنت اللي بتعرض اللي هي لوحات البيانات اللي بتقول لي عدد الحالات المصابة، عدد الحالات اللي تم اللي اتحولت من ايجابية لسلبية، اللي خفت، عدد الوفيات. فكل دي البيانات اللي عندي موجودة في لوحة البيانات او اللي اسمها الداشبورد، ومعمول لها فيجواليزيشن او معمول لها طريق عرض على الخريطه اللي موجوده عندي.
طيب هو ده حاجة صغيرة الحقيقة؟ لا أبدا، أي حد شغال في الداتا، سواء بقى داتا ساينس، سواء داتا ستاتستكس، سواء داتا أناليسيس، كل دي مصطلحات، وكل دي كل حاجة فيهم ليها جوب بروفايل، ليها وظيفة. هي مش متعلقة بينا قوي، بس هي بشكل ما في لحظة بقول الاتنين حاجة واحدة، زي ما احنا قلنا ان احنا بنضيف البيان المكاني. الحاجات دي كلها ما تنفعش لوحدها من غير فيلد رابع اسمه الداتا فيجواليزيشن. ايه الداتا فيجواليزيشن؟ ان انا يكون عندي في تكنولوجيا او في بعض التقنيات بتساعدني ان انا اقدر اعمل عرض للبيانات، سواء بقى كان في صورة جرافس، رسومات، سواء بقى كانت اللي هي الباي تشارت او اللي هي الداير دي او الرسم البياني. فالكلام ده محتاج متخصصين عشان خاطر تقدر ان انت تعمل عرض للبيانات بتاعتك وتوصل المعلومة بشكل بسيط وسهل للراجل اللي بيشوفها، لان الراجل اللي متخذ القرار ده هو مش مفروض ان هو هيدخل يبص في الجدول ويقعد يعمل فلتر ويرتب البيانات عشان خاطر يقدر يطلع معلومة. هو المفروض ان انت بتعمل له داتا فيجواليزيشن شكل بياني او شكل جراف، هو بيبدأ يبص عليه ويتخذ القرار. فالداتا فيجواليزيشن ده اصلا وظيفة، دي شغلانة بغض النظر عن الجي اس. تخيل بقى انت كجي اس انت ضفت له البيان المكاني عشان خاطر يقدر يستخدم المعلومات دي عشان يحدد احسن مكان لحاجة معينة، زائد ان انت بتعمل له اصلا اوريدي داتا فيجواليزيشن، انت بيزود له البيان المكاني وانت اصلا طالع من اعماق الجغرافيا. فانت يعني عملت ضربت له عصفورين بحجر واحد، انت بقيت كمان بتعرض له البيانات. انت مش محتاج ان انت تروح تجيب تكنولوجي تانية عشان خاطر تعمل داتا فيجواليزيشن، لا، انت الجي اس الكور بتاعك كده، انت قلب التكنولوجي بتاعتك هو ان الداتا بتاعتك تكون فيجواليز، تكون معروضه في خريطه، زي ان انت تدخل تبص تلاقي الطرق الفلانيه زحمه. فطب ده بتعرفه ازاي؟ عن طريق ان جوجل مابس عامله فيجواليزيشن للبيانات بتاعتها من غير ما انت تدخل بقى تشوف الجدول. يعني هو عارف ان الطرق دي زحمه، هو عنده في ده على الخريطة بتاعتك. طيب عايزين برضو نشوف احنا ازاي اصلا الجي اي اس يقدر يساعد في الوباء، في مواجهة الوباء. الحقيقة يعني احنا لو بصينا كده على الأوراق البحثية هنلاقي ان في حوالي 250 ورقة بحثية في السنين اللي فاتت قبل حتى ما يكون في كورونا. ال 250 او 248 تحديدا كلهم معمولين عشان خاطر ازاي نستفاد من الجي اي اس في مجال الصحة، ازاي ان احنا نقدر نستفيد بيه عشان خاطر نعمل تراكينج او نعمل كنترول، نسيطر على انتشار مرض معين. والحقيقة اصلا ان الجي اي اس تاريخه مع الاوبئة من اليوم صفر في عمر الجي اي اس. السبب اصلا ان الجي اس اتعمل، يعني مش كان مثلا كان في جي اس وبعدين بقى في وباء فروحنا استخدمنا الجي اس، لا، العكس اللي كان موجود، هو كان في وباء موجود اصلا، ولما لقينا الوباء ده بدأنا نخترع حاجة جديدة كده، الحاجة الجديدة دي هي اللي حلت لي مشكلة الوباء. الحقيقة الكلام ده كان في سنة 1800 وشوية في اوروبا، في لندن كان في وباء الكوليرا. وباء الكوليرا هو الحقيقة يعني مش بس أصاب أوروبا، هو أصاب مصر كمان مرتين في تاريخها، وبيسبب عدد حالات وفيات كبير جدا. الكوليرا كان أول ما ظهر ما كانش الناس عارفاه، ما كانش الناس لسه فاميليار بيه، مش عارفين هو بينتشر إزاي، مش عارفين إيه سببه، وطالما أنت مش عارف سبب الحاجة يبقى مش هتعرف تحلها. فاحنا في البدايه احنا كنا نعرف الانفلونزا، نعرف اللي هو البرد العادي. فالبرد العادي ده كان ليه، يعني احنا عارفين ان هو بينتشر بالتنفس، بالهواء، ان انت لو بتكلم بتخالط واحد عيان فانت هيبدا عن طريق الهواء يتنقل لك المرض. وده الحقيقه ما كانش الحقيقي، ما كانش السبب بتاع الكوليرا، يعني ما كانش ده اللي خلى، مش ده سبب الانتشار بتاع الكوليرا. وبالتالي هم قاعدين بيحلوا اصلا في سبب في الجذر، قاعدين بيشوفوا في جذر، مش هو ده جذر المشكله. فجه واحد اسمه جون سنو، يعني اسم على اسم بطل مسلسل جيم اوف ثرونز. جون سنو هو
شخص او طبيب جه قال والله انا هحاول حل المشكله بتاعه الوباء اللي اسمه الكوليرا اللي محدش عارف يحله ده. فقال هيعمل ايه؟ قال ان هو هيجيب الخريطه بتاعه لندن وهيوقع عليها الاماكن بتاعه الاماكن اللي فيها وفيات كتير بسبب المرض ده، او الاماكن اللي فيها تمركز الحالات بتاعه المرض ده، ويبدا يشوف هو البيانات اللي موجوده بتاعه الوفيات دي بتتمركز حوالين ايه؟ يعني فين الاماكن اللي فيها الاماكن الحالات دي بتظهر؟ فبص كده لقى ان في ان الكلام ده، ان الحالات دي حوالين علامات لونها ازرق، العلامات اللي لونها ازرق دي كانت مصادر المياه العموميه. وهنا بقى كانت نقله في الحرب بتاعتنا ضد وباء الكوليرا. كان بالجي اي اس، يعني هو الجي اي اس قبل ما هو اتعمل عشان خاطر يواجه وباء، ده كان سبب وجوده اصلا. فهو عن طريق ربط البيانات بالمكان عرف ان المكان ده فيه كذا، فيه الظاهره الفلانيه، فيه الميه، مصادر الميه العموميه، وبالتالي هو ده غالبا السبب في انتشار الوباء الكوليرا. ومن هنا بدأوا يغيروا بقى تفكيرهم ويدوروا فعلا يعالجوا ازاي الجذر الحقيقي، وبدأ من هنا الأطباء يقدروا ينجحوا في ان هم يواجهوا فيروس كان يعني كان في ايده ان هو يقضي على البشرية، زيه زي ما سمعنا عن الانفلونزا الإسبانية، وزي يعني ربنا يستر ويعدي على خير الأيام اللي احنا فيها الكوليرا. طيب، فكان أصلا قصة ظهور الجائس كان عن طريق مواجهة وباء. طيب احنا ازاي يعني الراجل ده عمل اول ابلكيشن، اول تطبيق للجي اي اس سنة 1800 وشوية، في يعني في منتصف ال 1800، وما كانش عنده كمبيوتر، ما كانش عنده سوفت وير، ما كانش عنده الحاجات اللي بيتكلم اللي احنا لسه بنستخدمها دلوقتي. يعني دكتور جمعة بيقول لنا، دكتور جمعة داوود طبعا غني عن التعريف، ان استخدام جيس في دراسة انتشار الامراض مش جديد، موجود من 20 سنة. ممكن يكون يعني هو موجود من 20 سنة بالشكل اللي هو اللي احنا عارفينه حاليا، اللي هو بشكل السوفت وير والكمبيوتر. وحتى يعني انا هعمل كده بين للكومنت بحيث ان انتوا ايه تقروا الكومنت بتاع دكتور جمعة عن تعامله مع يعني ابحاث قبل كده في مواجهة الامراض. طيب نرجع لايه، نرجع لموضوعنا. طيب احنا ازاي بقى الراجل ده عمل سيناريو، عمل تطبيق عشان خاطر نقدر نستخدم الجي اي اس لمواجهة الوباء؟ احنا عايزين بقى نشوف احنا دلوقتي ازاي نمشي على نفس الخطوات باستخدام بقى التكنولوجي اللي عندنا عشان خاطر نقدر ان احنا نواجه الوباء ده. طيب اول حاجة لازم نبدأ مرحلة تجميع البيانات، ازاي ان احنا نحدد فين الاماكن الحالات على الخريطة. يعني ايه؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده عندنا الخريطة، نبدأ نشوف فين اماكن الاصابات، زائد فين الاماكن او تعداد الناس اللي تم شفائهم والاماكن بتاعتهم فين، زائد حالات الوفيات. طب ده ممكن يفرق في ايه؟ يعني سواء بقى ده كان ده ممكن ده هيحصل او مش هيحصل. اول حاجه احنا ممكن عن طريق الرسم التوزيع الجغرافي ده للبيانات بتاعت الحالات بتاعتنا، سواء بقى الوفيات والاصابه والشفاء، نقدر نعرف هو لو في باترن معين او لو في طريقه ثابته بتحصل للمرض ده. يعني مثلا ما بيظهرش، مثلا يعني انا مش بقول ان ده اللي حاصل، مثلا ان هو ما بيظهرش في الاماكن الحاره، فمثلا نلاقي ان الاماكن الحاره ما بيظهرش فيها المرض ده، فده معناه ان المرض ان من الطرق بتاعت ان انت تمنع نفسك. في مشكله في الصوت يا جماعه؟ هل الصوت واصل؟ نكمل كلامنا. لو الصوت يعني لو الصوت لسه مش واصل اتمنى حد يقول لي. اوكي تمام. طيب ف
احنا لما نحدد الاماكن بتاعت الاصابات والحالات الشفاء والحالات الوفيات هنستفاد ايه؟ هنستفاد ان احنا زي ما احنا بنقول ممكن ظاهرة معينة ايا كان ايه هي الظاهرة دي بسببها الفيروس بيزيد فبيساعد في الانتشار، او ان الفيروس بيقل، فعن طريق ده نقدر نربط الظاهرة اللي موجودة في مكان معين باللي بيحصل فيه او بالمعدلات بتاعة الفيروس. وطبعا احنا يعني الكلام ده حتى بديهي، فدي اول حاجة لازم نعملها، نبدأ نجمع البيانات بتاعتنا ونحطها على الخريطة. تاني حاجة نبدأ نشوف معدل الزيادة مع الوقت، يعني نبدأ نربط النهاردة الخريطة كان شكلها كده، كان عندها حالات الإصابات والوفيات والشفاء النهاردة، طيب بكرة نشوف، نبدأ نشوف الريت، طب المعدل بيزيد في أماكن معينة وبيقل في أماكن معينة، المعدل معدل الوفيات بيزيد في أماكن معينة، كل ده لازم يكون مربوط بالوقت، لأن ده ممكن يدينا مؤشرات قوية جدا نقدر إن إحنا نستخدمها بعد كده. أكيد يا باشمهندس حسن، يعني أكيد سيب سؤالك وإحنا بعد يعني هنيجي نوقف عند نقطة وناخد أسئلة. طيب فأنا دلوقتي خلاص بدأت أشوف مع الوقت إيه اللي بيحصل، المعدلات رايحة فين وجاية منين، فأبدأ حتى ده يديني مؤشرات فين البلاد الأكثر نجاحا في مواجهة الفيروس. فساعتها لو كل واحد، احنا كلنا مضطربين، هو ايه سبب ان احنا خايفين من الكورونا؟ ان احنا ما عندناش داتا، ما عندناش بيانات عنه، احنا ما نعرفش هو ايه. احنا كل يوم بنطلع بمعلومة جديدة، مرة والله هو بيموت بالحر، ما بيموتش بالحر، بيموت بالكحول، طب ما بيموتش بالكحول، طب لازم 70%، طب لا ممكن اقل من 70%. هي دي مشكلتنا، هي دي صعوبته. هو مش صعوبته مش ان هو مرض فتاك، هو صعوبته ان احنا مش عارف، ما عندناش بيانات عنه، احنا جاهلين بيه. فلو عندنا بيانات كان الموضوع هيكون سهل، المشكله ان احنا بنواجهه واحنا ما عندناش بيانات. فاحنا دلوقتي بنحاول نجمع بيانات على قد ما نقدر ونعرضها على ماب ونعمل داشبورد واحصائيات ونبدا نشوف هو ايه اللي بيخليه يزيد وايه اللي بيخليه يقل، ايه الاماكن اللي بيزيد فيها وايه الاماكن اللي بتخليه تقل. ممكن حتى نلاقي ان هو في بعض البلاد مثلا زي المانيا، يعني احنا لو بصينا على الخريطه وبصينا على الاحصائيات هنلاقي ان المانيا عندها معدل الاصابات كبير جدا. يعني لو بصينا كده للمؤشرات، المانيا دلوقتي هي رقم 5 في معدل الاصابات، 1 2 3 4 5، فهي رقم 5. وبالرغم من كده هي عندها حالات الوفيات اقل من بلاد فيها حالات الاصابات اقل. طيب ده طبعا ممكن يكون متعلق بحاجه ليها علاقه بالموقع الجغرافي، وممكن يكون يدينا انديكيشن تاني او مؤشر تاني عن مستوى الرعايه الطبيه في الدوله دي. بس في الاخر احنا عندنا البيان وقدرنا نطلع منه معلومه، المعلومه استفدنا بيها في مواجهه الفيروس كان بيها، ما استفدناش ففي غيرها. باشمهندسة هند بتسأل هو في مؤسسات في مصر بتشتغل على مواجهه وباء الكورونا باستخدام الجي اس؟ في، يعني في مؤسسات شغاله في مصر في الابلكيشن ده، في التطبيق ده، غصب عننا هو بيواجه العالم كله، فاحنا كلنا لازم هنشارك في ده. طيب المرحله الاولى احنا قلنا هنحط الحالات، نحط هن هنراقبه مع الزمن، بعد كده نبدا نشوف هو فين الاماكن، يعني احنا حتى قلنا كده فين الاماكن اللي فيها الناس، يعني احنا خلاص جمعنا داتا ولقينا ان والله الناس معينين هم دول الاكثر عرضه للاصابه او اكثر عرضه للوفاه. فمثلا قلنا ان هم الناس اللي بيزيد عمرهم عن اكس سنه، عن عدد سنين معين، او اللي بيقل عمرهم عن عدد سنين معين، او المصابين بامراض معينه، مثلا المصابين ببعض الامراض في الجهاز التنفسي. طيب احنا عرفنا المعلومات دي من بيانات عملناها في الخطوتين اللي فاتوا. طيب دلوقتي احنا عايزين نبدأ نشوف هو الناس دي بيتمركزوا فين، يعني فين البلاد اللي بيتمركز فيها الناس اللي معرضين اكتر لحالات الإصابة او اللي معرضين اكتر للوفاة. طب ليه نعرف؟ هنستفاد ايه؟ كل ما احنا نقدر نزود احتياطاتنا في حماية الناس دي، ده هيكون مفيد ليهم، احنا بنحاول نحمي حياتهم، زائد ان انت كل ما بيقل عدد المصابين كل ما ده، يعني المشكله ان انت لما بيزيد النهارده واحد
تاني يوم هو هيزود لك اتنين، يعني هو مش واحد ده بيسكت، يعني هو عامل زي التسويق الشبكي كده، كل ما واحد بيعيا لازم يوزع الرعاية على ناس حواليه. فانت انت عملت له حماية، وبالحماية اللي انت عملتها له ده حميت ناس تانيين. فتشوف هو فين الناس، فين البيانات القديمة بتقول ايه، بتقول هم دول اكتر ناس بيجي لهم. طيب خلاص نحاول ان احنا نعمل كنترول اكتر، ونحاول نزود الحماية بتاعته. طيب بعد كده فاكرين المثال اللي احنا كنا بدأنا بيه المحاضرة بتاع المستشفى والفيضان، والطريق اللي بننقله من مكان الفيضان للمستشفى تاني نفس التطبيق. نبدأ نشوف بقى الأماكن اللي جاهزة لاستقبال الحالات دي. طيب كل منطقة، يعني ممكن نقول كل بؤرة فيها عدد إصابات عالية، فين الأماكن اللي جاهزة أو اللي مستعدة لاستقبال الإصابات؟ فين أقرب مكان؟ هل في مستشفيات مجهزة ولا مفيش؟ هل المستشفيات دي يعني عندها ساعة إنها تستقبل عدد الموجودين ولا لأ؟ طب لو زادوا هتقدر ولا لأ؟ طب احنا نبدأ نعمل نسبة الزمن، نبدأ يعني ده ممكن يكون شوية بريدكشن او توقع او تنبؤ. انت تبدأ تزود في عدد المستشفيات، كل ما بتلاقي عدد المصابين بيزيد في حتة معينة. طب الاماكن اللي ما فيهاش إصابة، طب ما هي ممكن يبقى فيها إصابة، يبقى انت لازم تبقى عامل حسابك. عشان كده في هتلاقي دول كتير، منها حتى عندنا هنا في مصر، هتلاقي ان هم بدأوا ياخدوا مدارس، ياخدوا ملاعب، يبدأوا يعملوها كأماكن للحجر الصحي، أو الأماكن أو تجهيز لاستقبال الحالات، حتى لو ما بيستخدموهاش حاليا، حتى لو مش مليانة على آخر، حتى لو مستشفيات كافية. ليه؟ لأن هو في حاجة عندك بتزيد، وبناء على البيانات دي أنت عارف عدد الناس اللي ساكنين في المكان ده وعدد المصابين، فأنت بتبدأ تسبقه باستخدام تجميع البيانات وعرضهم على الماب اللي احنا بنسميه مسمى الجي اس. طيب واخر حاجه خالص هو الشكل اللي احنا شفناه خلال الايام اللي فاتت، اللي هو الداشبوردز. يعني احنا اصلا لو دخلنا على اليوتيوب وكتبنا مثلا اونلاين تراكنج للكورونا، اونلاين تراكنج او جي اس كورونا او اونلاين ماب كورونا، هنلاقي ان اصلا منظمه الصحه العالميه هي بتبروفايد معلومات لأيا كان بقى الشركة اللي هي متفقة معاها، أو الشركات اللي متفقة معاها عشان خاطر تعمل المابينج ده، تزود البيانات دي فورا. بمجرد ما بتزيد، مجرد ما البيان بيتعدل، هو بيعدله في الماب. احنا محتاجين ده عشان خاطر نبدأ نشوف نساعد الناس المتخذين القرار. ممكن يكون اللي يقدر يحل المشكلة دي واحد مش في غرفة العمليات أصلا، ممكن يكون فريق بحث صغير هو اللي يطلع بالعلاج ده. طب هو محتاج البيانات، فالبيانات دي متوفرة للناس كلها عشان خاطر يقدروا يشوفوا ويقدروا يساعدوا. باشمهندس حسام بيقول المشكلة ان معظم البيانات فيها تضليل، وممكن يكون ما فيهاش مصداقية باعتراف منظمة الصحة العالمية. يعني انا ما اعرفش، بس لو ده حاصل هيكون في مشكلة كبيرة. دايما في شغلنا كناس بتوع سوفت وير، في مقولة مشهورة جدا يقول لك garbage in garbage out. يعني ايه؟ ايه garbage؟ قمامة او اي كلام. لو انت دخلت للسيستم اي كلام هيطلع لك اي كلام، لو دخلت حاجات مالهاش علاقه بالواقع هيطلع اوتبوت ملوش اي علاقه بالواقع، لان الكمبيوتر او الماشين هي ما بتفكرش، هي مش بتقول لك ده حاجه منطقيه ومش منطقيه، هي بتاخد البيانات وبتعمل عليها تحليل وتطلع تقول لك والله ده المعلومه، استفاد بقى انت بيها. لو انت بتدخله اي كلام يبقى السيستم ده ملوش اي لازمه، يبقى الكمبيوتر ملوش اي لازمه، والتكنولوجي اللي انت بتستخدمها ملوش اي لازمه. فلو لو ده حاصل يبقى في مشكله كبيره. باشمهندس كامل بيقول حاجة، أغلب الدول الموجودة لو جينا نبص على الدول هنلاقي إن الفيروس مش منتشر. يعني دي هتكون مشكلة كبيرة لو احنا عندنا مشكلة في الداتا. تاني، لو احنا عندنا مشكلة في البيانات، ده معناه إن احنا مش هنقدر نحارب المرض. احنا مشكلتنا مع الكورونا نقص بيانات، مشكلتنا مع الكورونا نقص داتا. طيب كده يبقى احنا عدينا على الخطوات بتاعت ازاي نقدر نستخدم الجي اس في مواجهة الوباء الحالي او اي اوبئه، بغض النظر عن اللي احنا فيه او اللي جاي. طيب هل احنا نقدر نتنبأ باللي هيحصل الايام اللي جايه للكورونا؟ طيب هل ده ينفع؟ لحد ما ينفع. ليه؟ لو هو فيه زي ما بنقول باترن، يعني انا مش عارف اللفظ الدقيق باللغة العربية، لأن في حاجات كده بتفقد معناها لما بتتحول من لغة للغة.
يعني لو في طريقة ثابتة لانتشار المرض، طريقة ثابتة لتحرك المرض خلال الفترة اللي فاتت، لو في حاجة معينة بتتكرر باستخدام الماشين ليرنينج او باستخدام الذكاء الاصطناعي، نقدر ان احنا نعلمه، نوريله ان ده بيتكرر، ان البيانات دي لما بتبقى يعني البيانات دي لما بتتكون مع بعضها، يعني مثلا لما بتلاقي العامل الفلاني والفلاني والفلاني بيتجمعوا في مكان، بتلاقي ان الكورونا بتزيد، فساعتها ده كده بقى باترن ثابت، يبقى ساعتها يعمل ايه؟ نمط. بالظبط، شكرا جدا يا باشمهندس اسف. لو لقيت النمط ده موجود، انت تبدا بناء على النمط ده تبدا تقول هو يعني هو زي ما بنعمل ايه؟ بنحفظه نمط، بنحفظ للماشين نمط، فيبدا يقول الماشين تقول لك والله اه ده اكسبكتد او متوقع ان يطلع ان الشكل الانتشار اللي جاي هيكون بالشكل الفلاني، او المكان الفلاني هو اللي متوقع ان يكون في حالات وفاة كتير في الفترة الجاية. فبرضو يعني اللي احنا بنتكلم عنه النهارده اتس اول اباوت داتا، احنا كله بيانات. الموضوع الجايز بالنسبه لي هو بيساعدني ان هو بيزود لي بيان جغرافي زائد الداتا فيجواليزيشن، طريقه العرض اللي احنا قلنا عليها، اللي هي في الاخر هو ده هدف الراجل اللي بياخد القرار. هو مش لازم خالص انه يكون متخصص جي اس، بالعكس ده اكيد مش متخصص جي اس، لكن هو انت هتساعده كراجل بتاع جي اس في ان هو في ان هو يستنتج ده. طيب، فالحاجه الجديده اللي احنا بنستخدمها اللي هي اسمها الداشبوردز او البيانات او اللوحات البيانيه، وعشان كده ده اللي بقى لنا سنين بنتكلم عنه، وبقى حتى المتخصصين بقى لهم سنين بيتكلموا عنه. احنا استفدنا جدا في الفتره في السنين اللي فاتت من الجي اي اس بصورته اللي احنا عارفينها الديسك توب، بس احنا دلوقتي في مرحله محتاجين اللي احنا عملناه على الديسك توب ان هو يبقى شيرد، انه يبقى ويب. عشان كده في مصطلح بنسمعه في اخر كام سنه الويب جي اس، دايما هتلاقي ناس كتير جدا متخصصين في المجال حتى لو هو متخصص في مجال التحليلات دايما بيتكلم عن الويب جي اس، لان الداتا بتاعتك لما بتبقى شيرد، سواء بقى كانت حاجه كوميرشال فهي شيرد في الشركه او انها شيرد للناس كلها، ده بيقدر يساعد زي ما احنا قلنا ان احنا سرعه نقل البيانات. تخيلوا احنا دلوقتي لو ما عندناش انترنت كان الحال هيبقى ايه؟ كناش هنعرف اصلا. يعني احنا دلوقتي زهقنا من كتر الناس اللي بيقولوا لنا يا جماعه اغسلوا ايديكم ومش عارف والكحول لازم يكون نسبته كام، وازاي ان احنا ننقي نفسنا من المرض، واقعدوا في البيت. كل الحاجات دي احنا زهقنا منها من كتر ما بنشوف. تخيل ما فيش انترنت، البيانات دي كلها ما كانتش هتبقى موجوده. يعني احنا كنا قاعدين في البيت كلنا، كل واحد بقى بيتصرف براحته، اللي بيحط ديتول وهو مش بيفيد اصلا، اللي بيستخدم الميه بس، انت معلومه ما بتوصلكش. فدلوقتي ليه كل العالم مش الجايز بس بيتجه ناحيه الويب، ناحيه الكلاود كومبيوتنج، او ناحيه ان انت يكون البيانات بتاعتك شيرد مع الناس عشان خاطر نقدر كلنا بالداتا اللي احنا شايفينها دي ان احنا نقدر نوصل لقرار معين. باشمهندس احمد رضا بيقول وزاره الصحه مش راضيه عن جزء بسيط من كان اتاكد. يعني للاسف هو لو فعلا لو في تاني، لو اللي عندنا مشكله في البيانات فاحنا مش هنوصل لحل. احنا لو عندنا مشكله في البيانات مش هنقدر نوصل لحل. يعني انا مش عايز اقول الكلام ده بيحصل او لا، بس سواء ده او ده عشان خاطر ايه، يعني رد دبلوماسي. لو ده بيحصل، لو الداتا مش معانا، البيانات مش صحيحه، البيانات مضلله، فاحنا في مشكله كبيره. احنا في معركه معلومات مع الكورونا، هي دي مشكلته، ان احنا ما نعرفوش، ودي صعوبته. مش في ان هو مرض قوي، مش ان هو مرض فتاك، هي البيانات. طيب، فنرجع لنقطة الويب جي اس. الويب جي اس هو اهميته في ان انت دلوقتي على الاقل في اللحظة اللي احنا فيها ان كلنا نكون شايفين ايه اللي بيحصل، التراكنج بتاع الحالات. وما هو ده فكرة التراكنج. يعني ايه التراكنج؟ التتبع، ان انت عندك تبدأ تتفرج على المعدل بتاع الزيادة، وبيزيد فين وبيقل فين.
فطبعا ده يعني الشكر، كل الشكر للمتخصصين الجي اس ومتخصصين السوفت وير، الناس المبرمجين اللي عاملين كل السيستمز اللي احنا شغالين عليها، من اول فيسبوك لغايه الداشبورد اللي احنا اتفرجنا عليها اللي فيها النتائج التحليلات والاحصائيات بتاعت البيانات والجرافس وشكل الماب وكل والاكشنز اللي احنا بنتعامل معاها، كل ده عاملينه ويب ديفلوبرز، او بالتحديد جي اس ويب ديفلوبرز متخصصين في التعامل مع الاي بي ايز بتاعت الجي اس او الابلكيشنز او الويب مابس. انا كده المفروض انا خلصت اللي عندي، لو حد عنده اسئله. بالمناسبة دي احنا يعني احنا من فترة صغيرة، اسبوعين تقريبا، يوم 1/4 احنا مبادرة من بعض الشباب كده ومتخصصين الجي اس، احنا عملنا مجلة مجانية متاحة للناس كلها على الانترنت اسمها جي اس اكسبرتس. طبعا فيها مقالات لناس كتير متخصصين في المجال. من المقالات دي كنت كتبت حاجة صغيرة ممكن تكون ملخص عن اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة في المحاضرة، هو الجي او اس مع الكورونا. لو حابين تشوفوها هي هتلاقوا، احنا عندنا الجروب بتاعنا Arabic GIS Education، هتلاقوا في ناس بالفعل مبادرات من افراد هنا في مصر وفي الوطن العربي عاملين داشبورد لتتبع الحالات في الوطن العربي، هم اللي عاملينها ونشرينها على الجروب. او حتى لو انت عايز تشوف المجلة بمقالاتها المختلفة بالمقال اللي بتكلم عنه على جروب Arabic GIS Education. باشمهندس حسن بيقول اتمنى ما مش هذا يكون جي اس اخد حجمه، واتمنى يكون اي تسويق كبير. الحقيقه هو بالفعل الناس بتستخدمه دلوقتي، هو ممكن يكون فعلا في الفترات اللي فاتت الناس ما كانتش حاسه بحجمه قوي، بس هو الجي اس دايما يعني هو بيساعد في الحالات الكبيره، دايما تلاقي بيساعد المؤسسات الحكوميه، بيساعد الشركات الكبيره، مش تلاقي شركه صغيره بتستخدم الجي اس. وعشان يعني هي دي ميزه وعيب. الميزه ان هو بيدخل في حجم مشاريع كبيره، العيب ان هو ما بيكونش منتشر قوي عشان خاطر عدد الشركات الصغيره والمشاريع الصغيره اكتر بكتير من المشاريع الكبيره والشركات الكبيره والجهات الكبيره، فدايما هتلاقي شغله مع الجهات الحكوميه او الشركات الكبيره. فبس يعني انت لو تيجي تبص اصلا دلوقتي هتلاقي الناس اللي شغالين في الشركات الجي اي اس هتلاقي ان هم مطحونين شغل بسبب اللي بيحصل دلوقتي. طيب اخر حاجه يعني هتكلم عنها هو احنا بقى كناس بتوع جي اس في الفتره اللي احنا فيها دي. طيب احنا في الفتره اللي احنا فيها لازم ما تعديش علينا الفتره دي من غير، سواء احنا كنا بتوع جي اس او غيره، الحقيقه يعني النصيحه دي عامه ومش بقول يعني مش بنصح، بس بقول الحاجه اللي انا شايف ان من وجهه نظري انا محتاج ان انا اطبقها على نفسي وشايف ان الناس مفروض تطبقها. احنا عندنا دلوقتي وقت كبير كان بيضيع في المواصلات والانتقالات، وقت كبير كان بيضيع في حاجات غصب عننا، اوكي باش دكتور جمعة بيتكلم عن المجلة وكذلك اللغة العربية. حقيقي فعلا يعني انا عارف بالنسبة للاسم احنا عندنا في اسمين، السبب ان في اسم بالانجلش علشان بس يبقى ليها، يعني لو حد شايف من بلاد تانية اسم المجلة يبقى عارف ان المجلة دي متخصصة في الفيلد ده. لكن هي طبعا ليها النسختين، يعني الاسم العربي والاسم الانجليش. المراجعه بتاعت المواضيع طبعا احنا لسه في العدد الاول وكل مره، وهي حقيقه يعني هي حاجه غير ربحيه، فمع الوقت طبعا بالنسبه للمراجعات اللغويه والحاجات دي هتبدا هتتحسن في كل مره. كنا عايزين نتكلم عن ايه؟ احنا بقى كناس بتوع جي اس لازم الفترة دي ما تعديش علينا من غير من احنا نكون اتعلمنا اكتر ناحية، طبعا لازم يكون عندنا البيز الاساسي، العلم الاساسي بتاع الجي اس والتحليلات، ولازم بعد ما نبني ده وما ينفعش نتحرك ناحية الويب جي اس والديفلوبمنت من غير ما ده يكون موجود. لازم يكون الساينس الاساسي يكون موجود، ما ينفعش ان انت تكون مجرد تستخدم شوية ادوات وتبدأ منه تتحرك ناحية الحاجات اللي انت شايف بقى دلوقتي الناس بتستفيد بيها في الجي اس، الويب جي اس،
الداتا تتعامل مع قواعد البيانات المكانية، الجي اس ويب ديفلوبمنت لازم الفترة دي تطلع تكون مثمرة، العالم مش واقف. يعني انت ما تتخيلش ان بعد ما الدنيا دي تخلص ان العالم دايسين على سرور التوقف او البوز بتاع اللي هو بتاع الفيديوز ده، لا العالم مش واقف، الدنيا شغالة وفي ناس شغالين، والتكنولوجيا بتحاول تتطور بسرعة عشان تساعد الناس ان هم يوصلوا للعلاج اسرع. فالفترة دي ما ينفعش تعدي عليك من غير ما انت تكون استفدت بيها. استفدت بيها طبعا، حاول تستفاد بيها على قد المستوى الاسري والشخصي، لكن كمان بالنسبة لينا احنا بنتكلم عن الحياة العملية، لازم ما ينفعش الفترة دي تعدي عليك من غير ما انت تكون استفدت بشوية الوقت الزيادة اللي عندك انك تقدر تطور من نفسك. طيب شركات تستعمله على حسب تخصصها. يعني باشمهندس حسن بيقول ان هو موجود في السعودية وكل الشركات بتستعمله على حسب، تستعمل الجي اي اس على حسب تخصصها. اعتقد باشمهندس حسن بيتكلم على ان الشركات الصغيرة يعني لما بتستخدم الجي اي اس ده هيساعدها ان هي تكبر، ده حقيقي. بس ده برضو يعني هو المشكلة مش عندهم لوحدهم، احنا كمان كناس بتوع الجي اي اس محتاجين ان احنا نتكلم اكتر. للأسف احنا يعني مش احنا كجي اس عموما، يعني الحاجة اللي ما فيش حد بيتكلم عنها بتموت. لازم نتكلم اكتر، نوصل ثقافة ان احنا محتاجين ده، ان في حاجة انتم مش عارفين عنها ممكن تفيدكم، وممكن بالنسبة للشركات الخاصة تعظم الربح او تزود الانتاجية بالنسبة للشركات الخاصة والمؤسسات العامة، اسمها جي اس. لازم احنا دورنا كناس شغالين في المجال ان احنا نعمل، نتكلم عن الموضوع. فهو لو مش عارف احنا دورنا ان احنا نعرفه. بالنسبه لي باشمهندس حسين بيتكلم عن حالات الوفيات والاصابات. سواء عماله تخرج يوميا او قطاع عمالة. طيب انا يعني طبعا يعني انا عملت بين للكومنت بتاع حضرتك بحيث الناس كلها تقدر تشوفه، ان احنا بناء على البيانات بتاعتنا نقدر نتخذ قرارات معينه مرتبطه سواء بقى بالاجراءات او بمجالات معينه وفي مواجهه الفيلد ده. ممكن تكون مجموعه شباب جي اي اس ديفلوبرز من مكان تقديم مقترح لوزاره الصحه. يعني هو بالفعل ده موجود، يعني في مبادرات من جهات خاصة او من افراد مع وزارة الصحة للموضوع ده. بس هي الفكرة ان البيانات بتاعت حالات الاصابات والوفيات الوزارة بتتعامل معاهم بحساسية جدا، فده السبب ان لسه الموضوع مش بالشكل المطلوب، لان لسه البيانات يعني احنا لغايه دلوقتي احنا ما نعرفش، يعني مش معلن مثلا عن حالات الاصابات في المحافظات عامله ازاي. بس ف يعني ده بالفعل موجود، هيئات او مؤسسات وافراد في مواخدين المبادره دي. يعني ممكن برضو فعلا نبدا نتكلم نشوف يمكن جيو مكاني، يعني هما دايما بيسبقوا في خطوة يمكن يكون عندهم حل للمشكلة دي. أتمنى يعني. شكرا جدا دكتور، والله نورتني حقيقي. لو في أي أسئلة. تمام. أتمنى إن يكون المحاضرة كانت يعني نورت ولو حاجة صغيرة كده. يعني دايما المحاضرات اللي هي بتكون مش عبارة عن سلسلة محاضرات، ما بيكونش فيها، ما بتطلعش منها بمهارة معينة انت اتعلمتها، بس بتكون دور المحاضرات اللي زي دي ان هي ممكن توريك اوفر فيو عن حاجة او تفتح لك سكة في حاجة انت ما كنتش بتفكر فيها قبل كده. فأتمنى يكون ده حققناه يعني من المحاضرة دي. شكرا لكم جدا الحقيقة، نورتوني حقيقي. وطبعا الشكر لجيو مكاني على الدعوة الكريمة، المهندس أحمد الغوابي، أستاذة نرمين مجدي، أستاذة آية أحمد، فريق جيو مكاني كله.
اتمنى ان دايما دايما تكونوا سباقين وبتحاولوا تعملوا اثراء للمجال اكتر واكتر. شكرا لكم جدا يا جماعة، اتمنى ان ما كنتش طولت عليكم واشوفكم على خير. ولو طبعا زي ما قلنا، انا اسمي هشام جمال جعفر، لو حد عايز يتواصل معايا بشكل شخصي او يدخل طبعا على الجروب بتاعنا Arabic JS Education. اشوفكم على خير.